الرحمن الرحيم، معكم عمر سليم. دلوقتي هنشوف موقع جميل جدا ومفيد جدا اسمه amara.org amara.org. الموقع ده ميزته ايه؟ ان انا اي فيديو ممكن احط له السبتايتل او الترجمه بتاعته، يعني هنشتغل في الترجمه. بمعنى خلينا نختار مثلا اي فيديو، دي بعض الفيديوهات، تمام. هقول له انا عايز الفيديو دوت، هقول له انا عايز اضيف له ترجمه، هقول له add a new language. بيقول لي الفيديو ده لغته ايه، هقول له هو اللي بيتكلم عربي، وانا عايز اكتب الترجمة برضو بالعربي، لان ممكن يكون في لهجات، مثلا واحد فلسطيني ما يفهمنيش، او واحد جزائري، او هو مثلا في مشكلة في الترجمة، فانا عايز اكتب سبتايتل عربي فصحى مثلا، او تخليها انجليزي زي ما انت عايز. ده بس مجرد مثال. اقول له كمل، هيبدأ يحمل الترجمة. بعمل ايه؟ بشغل فيديو، تمام. وعندي زرار تاب لما احب اوقف الفيديو، بسم الله. اول حاجة في فيديو بسم الله هكتب هنا، كل سطر بيمثل حاجة بتتقال بسم الله، تمام. هدوس تاب عشان الفيديو يكمل، الرحمن الرحيم. دلوقتي هنشوف لعبة أو تمام. هدوس انتر عشان انزل السطر اللي تحتيه. الان سنرى لعبة، هدوس تاب عشان اكمل الفيديو برنامج أو تطبيق اسمه تنكر. او تطبيق، تمام. هدوس انتر عشان ندخل السطر اللي بعديه، وادوس تاب. بلاي. الفكرة بتاعته زي ما انت شايف ان انا بيبقى عندي كذا شكل. اكتب فكرته انه يكون لدي اكثر من شكل. طبعا دي مجرد أمثلة، تقدر تكتب اللي أنت عايزه. عندي تاب يبدأ يوقف ويشغل، شيفت تاب يرجع لي سنة، تمام، على أساس إن أنا ممكن يكون في حرف ما سمعتوش. إنتر أو شيفت إنتر يبدأ يدخل السطر اللي بعديه. طيب هقول له يس ستارت سنكرايزيشن، هبدأ أظبط. بمعنى إيه؟ بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم ديت من ثانية كام للثانية كام؟ أنا كنت عاملها من الثانية ل4 ثواني، ممكن أخليها إيه؟ لا، لحد كده مثلا، على سبيل المثال، تمام. نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هي بسم الله بدأت من هنا، خلاص نخليها كده، دلوقتي هنشوف لعبة أو برنامج أو تطبيق اسمه تنكر بلاي. تمام. تقدر تعدل زي ما انت عايز، وفي اي وقت تقدر تيجي هنا وتعدل الكلام اللي انت عايزه. فانا شايف ان هو سهل كتير قوي على البرامج التانية اللي احنا كنا بنستخدمها في الترجمة. لما تخلص هقول له سيف درافت، تمام، واقول له ايه اكزيت خلاص، او ممكن اقول له عايز اكمل. ممكن تبدا تقول له حاجات مثلا ريفيو اند كومبليت نوتس، لو انت عندك اي نوتس. ممكن اقول له سبتايت الفيديو، خلينا نجرب حاجه تانية. ممكن تكتب هنا اي مسار انت عايزه، تمام. ممكن يكون مثلا في حاجه معينه انت عايز، مثلا خلينا ده مثلا هقول له الفيديو ده انا عايز ابدا اشتغل في الترجمه بتاعته. الفيديو دوت فيه ترجمة موجودة أصلا، فلما أقول له add new language مش هيسألني هو لغته إيه الأصلية لأن هي مكتوبة. بيقول لي أنت عايز تكتب أنهي ترجمة، هقول له أنا عايز أكتب عربي، وأقول له continue. فميزة كده إن هو هيديني ترجمة الإنجليزي، وأنا أبدأ أكون أحط الترجمة العربي، هيسهل عليا شوية. طيب لو انا دلوقتي عندي الفيديو ده فيه ترجمة وعايز اضيف ترجمة تانية، اقول له add a new language، واقول له خلي مثلا اللغة التانية بالانجليزي. اشوف مثال، لو انا عندي ترجمة بأي لغة وعايز احط لها ترجمة تانية، فبتلاقي اللي بيظهر لك بالطريقة ديت، ان انا بيبقى عندي الترجمة موجودة هنا باللغة الأصلية، وابدأ احط الترجمة المقابلة ليها ناحيتي. فده طبعا بيسهل عليا كتير، ان انا ما بقدرش اظبط الوقت، لا هو الوقت بيبقى متظبط جاهز. يعني مثلا هنا اقول له ايه in the name of Allah، وهكذا تبدأ تخلص ترجمة باللغة الإنجليزية أو الإسبانية أو الصينية. وربنا يوفقكم، وإن شاء الله ترجموا كل المحاضرات تد، وترجموا كل البرامج الجديدة والتعليمية الجديدة. يعني نحاول نهتم بالعلم أكثر، وربنا يوفقكم إن شاء الله.